أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً بتكليف لجنتها القانونية العليا بالتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، ذلك لما أثير مؤخراً بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد. كما أصدرت الوزارة قراراً بتشكيل لجنة من المختصين بها للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن، مشيرة إلى اعتزامها الإعلان فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات.